أحبابي الكرام، السلام عليكم. معكم الشافع الباش بخاري. كنتمنى إن شاء الله كل شيء يكون مزيان وصحة جيدة وكل ما كتمناه في حياتكم إن شاء الله. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نخصوها الكرواسة. الكرواسة نشوفوا طريقة ديال الخدمة ديالها وكيفاش كتمشي، يعني الطريقة ديال الخدمة، كيفاش كنقطعوا العجينة وكيفاش كنرولي. ولحقاش بعض الإخوان قالوا لي الله يخليك، بغينا نشوفوا الكرواسون ديال كيفاش كتطلع وعلى حسب الخدمة ديالها كيفاش كتمشي. دابا إن شاء الله نشوفوها جميع، بغيت نشاركها معكم كاملين باش تشوفوها إن شاء الله وحتى هما يستافدوا. وهنايا كنشدوا نقطعوا هاد كيسميت هاد لاباط ديال العجينة ديال الكرواسون. كما كتشوفوا كنجيبوها مثلثات بهذه الطريقة. انتما كما كتلاحظوا نمشيو للعجينة ونقطعوها صغيرة ولا كبيرة على حسب اللي غيقول لك شحال فيها في الطول، ولا يعني تعمل شحال ما بغيتي في الطول ديالها. بغيتي تعمل فيها 30 سنتيم، بغيتي تعمل فيها 20 سنتيم، 15 سنتيم، يعني اي كل واحد وكيفاش كيبغي كرواسة، اللي كيبغي كبيرة، اللي كيبغي صغيرة، اللي كيبغي متوسطة. وان شاء الله كما كتلاحظوا احنا كنشدو العجينه بهذه الطريقه. انا كنبعد كنوسع عليا لحقاش ما عندي الضيق شويه. وهنا كناخذو مثلا شوكولا او لوز، عقده ديال اللوز مطحونه مع السكر، يعني العقده ديال اللوز نعملوها في الوسط. انتما كرواسون كيفاش كتكون، يعني الحجم ديالها انا عملتها متوسطة، ما عملتهاش كبيرة. وكرواسون كتطلع رائعة بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقة. لحقاش اي حاجة كنعطيها لكم راه كيسميتو بالمصداقية ديالها، وبحال الطريقة اللي كنعمل اللي شتو ديال الفيديوهات اللي فاتوا، يعني يقدر يكونوا ما موضحينش مزيان البعض. ولكن هنا كنشوفوا هذا الراس ديال العجينه، خص يكون ديما القدام يكون مقاد مزيان. وهنا كنبقى غادي وكنجمعوا العجينه غير شويه بحال هكا كما كتلاحظوا انتما صافي. والساروت كيكون لتحت، ديما الساروت يكون لتحت ديال الكرواسون ديال العجينه، يعني يكون لداخل لتحت بحال شكل البتيبان. وهنا قلت لكم على حسب الفيديوهات اللي كتلقاهم عملتهم، والسلعه عملتوها وما خرجتش بحال هكا كما كتشوفوا، راه شي حاجه كتعملوها ماشي حتى لتما، وتقدر شي حاجه تكون ناقصه، يا في الخدمه يا في المقادير ديالها يا في شي حاجه اخرى. الحاجه اللي كنعطيها لكم خص تخرج السلعه بحال هكا. المهم شوف، حاول خرجت الكنوب الاولى ماشي هي هذيك، عاود مره ثانيه. وانتم غادي نشوفوا بحال هكا من بعد ان شاء الله كيفاش غادي تعمل تكون الكرواسون ديالنا. ودابا غادي نسالي هذا الشيء ونولي معكم. انتم بعد ما قديت كل شيء هاد الكرواسون ديالي غادي نزولها. دابا غادي نعمل هنا الساروت كما كتلاحظوا، خص يكون لتحت في الوسط لتحت، ونبريسي عليها واحد شويه بحال هكا باش هانتوما الساروت هنا نبريسيو عليها، ماشي غير نزلوها، الا نزلناها غادي تقلب. وكاين طريقه اخرى مثلا ديال الا بغيتي تنزلها غير هكاك، خص داك الراس ديالها كيخصك تحكم على الطبله باش كيترولي عليه لاصق، ولكن من الاحسن بلا ما تعملوا ليها بحال هكاك راه كترتق.
انا علاش مبغيتش نعملها؟ لحقاش عامل الخميره شويه بزاف بزايد باش توجد السلعه بكري. انتما وهانتما بحال الطريقه هذه، يعني اللي كان نعطيكم هنا كتشوفوا راه بحال هكا الخدمه كتمشي، سواء في المحلات التجاريه او في المنازل بحال بحال. ودابا غادي نخليوها ان شاء الله حتى تخمر ونولي معكم. انتم من بعد ما خمرات كما كتلاحظوا، دابا ان شاء الله غادي نطرحها في 180 درجة وغادي نشوفوا. هانتوما الكرواسة ديالنا كيفاش طلعت. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذه الحلقه وهاد كسميتو بهاد الطريقه ان شاء الله. وما تنساوش البارتاج مع الاصدقاء ومع الاحباب، وشوفوا كيفاش كتطلع رطبه بزاف وكتطلع رائعه حتى في الاكل، وخفيفه خفيفه في الاكل، تاكل شحال ما كليتي ما كتقالش عليك ولا شي حاجه، كتطلع رائعه بزاف. دابا انا غادي كندهنها ان شاء الله بالناباج، وغادي نعملو عليها شويه ديال المكسرات من فوق، اللوز ولا البيان الكاوكاو ولا اي حاجه حبيتوها، ولا اللوز ايفيلي، اي حاجه بغيتوها تعملوها. وكنتمنى من الواحد اللي ما مشتركش يشترك ويعمل الجرس إذا كان مهتم باش يبقى يوصل ليه الجديد إن شاء الله. وكنتمنى إن شاء الله تفيدكم. انتم غادي نعمل عليها شوية ديال الكاوكاو، يعني البيان، وصلنا لنهاية الحلقة إن شاء الله. كما كتلاحظوا الكرواسون ديالنا واجدة، وكما كتلاحظوا يعني من الأحسن بحال هادوك اللي كتشوفوهم لاصقين، هادوك من الأول، هادوك في الخميرة وحدة كحزت لصقت مع الأخرى، ومع كانوا ملصقين شوية بزاف. والمهم إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.